إذا للحديث عن الصراع السياسي في العراق والمواقف الرافضة لحكومة السودان القادمة ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الصحفي والباحث السياسي نوري حمدان، وعبر الهاتف من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض لبيد الصميدعي. مرحبا بكما. أبدأ معكم أستاذ لبيد، لماذا اختار الإطار التنسيقي محمد إشاع السوداني لهذا المنصب رغم علمه المسبق بأنه مرفوض سياسيا؟ هل تتوقع وجود صفقة ما بين الأطراف المتنازعة على السلطة في العراق؟ عفوا استاذ، هناك استاذ لبيد، هل سمعتني؟ واضح ال استاذ لبيد، هل تسمعني؟ نعم الان اسمعك بوضوح. استاذ لبيد، كان لما الاطار التنسيقي اختار السوداني لهذا المنصب رغم علمه المسبق بانه وجود مشكله بانه مرفوض سياسيا، لكن هل تتوقع وجود صفقه ما؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. هناك حديث عن ما يشبه الصفقة، يعني هناك حديث عن مفاوضات مع جميع القوى السياسية المشاركة بالعملية السياسية حاليا، بالإضافة إلى التيار الصدري. هناك محاولات لإرضاء جميع الأطراف، لأن الإطار التنسيقي يسعى من أجل أن يشكل حكومة توافق، يعني ووجد في السوداني وجها بديلا للمالكي لكي يكون مرضيا أو يقف على مسافة شبه متساوية مع جميع الأطراف المختلفة بما في ذلك التيار الصدري. أنا أعتقد أن التفاهمات قد تمت بين التيار الصدري وبين القوى السنية ممثلة في الحلبوسي والخنجر، نعم، والقوى الكردية يعني ممثلة بالحزبين الرئيسيين، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الكردستاني. نعم. لكن هناك حاجة ماسة لأن تسير الأمور بهدوء أو بأقل ما يمكن من الاحتجاجات ومن المعارضة والفعاليات السياسية المناوعة للحكومة وبشكل خاص التيار الصدري. لذلك تم اختيار السوداني على هذا الأساس، لأن السوداني أقل مرفوضية من وجهة نظر التيار الصدري، أقل مرفوضية من نوري المالكي. طيب. والمشكلة الأساسية يعيها الجميع وبشكل خاص الإطار التنسيقي يعي بأن المشكلة الأساسية بين التيار الصدري والإطار التنسيقي هي نابعة من مشكلة شخصية بين الصدر ونوري المالكي من جهة، وبين الصدر والخزعلي. طيب أستاذ لبيد، يرجى أن تبقى معنا، سأنتقل إلى الأستاذ نوري. أستاذ نوري، كيف يمكن أن نفهم وضع السيد مقتدى الصدر من ناحية سياسية، وأنه قام بتحذير نوابه من دعم حكومة السوداني أو المشاركة فيها؟ كيف هي وضعية مقتدى الصدر السياسية الآن؟ نعم، شكرا جزيلا لك على هذه الاستضافة. حقيقة يعني الآن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر هو يشعر بالعزلة السياسية، لأنه القوى عندما مضت في تشكيل حكومة وفق المحصصة الطائفية المرفوضة من قبل الشعب، نعم، هو أصبح خارج اللعبة السياسية بما فيها المحاصصة. بالتالي هو يخشى الآن من استقطاب أعضاء التيار الصدري من بينهم القيادات طبعا، وهنالك حديث كثير عن مفاوضات سرية حتى مع زعيم التيار الصدري، بالرغم من أنه جاء هنالك إعلانات أو تصريحات متتالية من قبل التيار الصدري بنكران ونفي هذه اللقاءات، ولكن الحديث يدور على أن هناك لقاءات سرية. بالتالي زعيم التيار الصدري حتى لا يفقد قاعدته الشعبية وكذلك لا يفقد قيادات التيار الصدري، خرج بهذا البيان الذي يحذر به وينذر ويعلن البراءة من الذين يذهبون باتجاه أو يشاركون في تشكيل حكومة. طبعا هو اصرار على المضي بتعطيل اجراء تشكيل الحكومه، نعم، وهو ايضا في نفس الوقت هو قلق من استمرار
هذه القوى المتحصصة واستقطاب أعضاء التيار الصدري في الحكومة المقبلة، وهذا يشكل حقيقة خطر. هنالك طبعا في البيان نفسه أو في تغريدة ما يسمى بوزير الصدر، نعم، هنالك أيضا تنويه أو إنذار أو تحذير يوحي إلى أنه سيعطل الحكومة مرة أخرى في استخدام القاعدة الشعبية بالنسبة للتيار الصدري، قد يلجأ إلى المظاهرات وما شاكل ذلك. بالرغم من أنه خلال هذه الفترات، يعني الفترة القريبة وليست حتى القريبة حتى البعيدة، هو دائما يستخدم القوى الشعبية يعني قاعدته الجماهيرية في نعم. التظاهرات لرفض قضية معينة، ولكن في نهاية المطاف يترك الشارع ويترك المتظاهرين يلاقون مصيرهم في المواجهة مع القوات الأمنية، طيب، وهذا قد يتسبب ب يعني فقدان القوة بتحريك الجماهير، بالرغم من أنه نعم، يؤكد المتابعون على أن القاعدة التيار الصدري قاعدة متماسكة، وهي تخضع ل يعني توجيهات زعيم التيار الصدري بشكل مباشر، طيب لكن هذا أستاذ، الموضوع نعم أصبح مقلق بالنسبة للتيار الصدري. أستاذ لبيد، هناك من يتحدث عن ضغوط مورست على التيار الصدري من قبل إيران والإطار التنسيقي، في هذا السياق كيف تتوقع مستقبل التيار الصدري خاصة في يعني الحراك الجماهيري؟ نعم، أنا أعتقد يعني التيار الصدري سيسعى للمحافظة على تماسكه وللمحافظة، والصدر سيكون حريصا أحرص الناس على المحافظة على عدم تفتت قاعدته الشعبية، لأن الرهانات الصدر هي كانت منذ أن ترك البرلمان يعني وخرجت وتخلى عن 73 مقعد في داخل البرلمان، نعم، أصبح يراهن على الحراك الشعبي في الشارع يعني، ولذا مورست عليه ضغوط، وهذا أمر غير مستبعد، مورست عليه ضغوط خارجية من إيران، فلن يستسلم ولن لن يتخلى عن هذا الخيار، خيار المعارضة من الخارج، لأنه ليس من السهل أن ينساق إلى، لأن إيران إذا أرادت أن تضغط على الصدر فماذا نتوقع؟ فهناك سيناريو واحد، أن تجبر أو تريد من الصدر أن تجعل حكومة التوافق التي يقودها الإطار التنسيقي الذين هم جميعا في حالة ولاء كامل لإيران، أن يجعل أمورهم تسير على ما يرام، وهذا يعني أن على الصدر أن يكف عن ممارسة المعارضة السياسية من خلال الشارع، لكن الصدر لا يمكن أن يرضخ لهذا، إذا افترضنا أن هناك من هذا القبيل، لا يمكن أن يرضخ لهذا، الصدر سيعبر عن معارضته لهذه الحكومة، لكن هناك رهانات طبعا وهناك مساعي أخرى أيضا من قبل الشيع السوداني والإطار التنسيقي لتفتيت التيار الصدري ولاقتصاصه ولإقناع كثيرين من قياداته بأن ينخرطوا في الكابينة الوزارية، وهناك إغراءات كثيرة بالحقيقة. ثم هناك أيضا محاولة تخديرية من خلال قرأناها من خلال برنامج الحكومي وسموا الوزارة أو الحكومة حكومة خدمية، وهناك كما سمعنا هناك إغراءات كثيرة وهناك وعود كبيرة ربما ستساهم في تهدئة قطاعات من الشعب العراقي بانتظار أنه أن تنجز وتنقل إلى حيز التنفيذ، هذه أيضا ستضعف من 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 حدة المعارضة الشارع، لكن طيب. في النهاية أنا نعم. أتوقع أن المعارضة دخل المعارضة في الشارع، سواء كان مصدرها تيار صدري أو حراكات تشرين وقوى تشرين والتنسيقيات، أنا أعتقد سيزداد زخمها لأن الخيبة كبيرة
الآن في الشارع العراقي بسبب تكرار وإعادة تدوير العملية السياسية السابقة. يعني نحن الآن مقبلون على تشكيل حكومي على أساس التوافق وعلى أساس المحافظة، وهذه العملية كررت نفسها، وهو أيضا امتداد لحزب الدعوة. حزب الدعوة ما زال هو الذي يقود الحكومة. طيب طيب أستاذ أمين. نعم، لذلك أنا نتوقع أن ردة الفعل الشارع العراقي تكون كبيرة. أقف عند هذه النقطة، نقطة الشارع كما تفضلت أستاذ بيد، وأنتقل إلى الأستاذ نوري. أستاذ نوري، على المستوى الشعبي هل ترى أن الشارع سيجدد وقوفه ضد حكومة محمد الشيع السوداني؟ وأنت تفضلت قبل قليل وقلت أن التيار الصدري يراهن على جمهوره في الشارع. نعم، الحقيقة يعني هو شوف، الحكومة السوداني انت شكلت، هي لا تختلف كثيرا عن الحكومات التي تشكلت من 2003 لحد اليوم. فبالتالي المشكلة المرفوضة من قبل الشعب هي ذاتها، بل هي تتفاقم، بل سيشعر الشعب بخيبة الأمل، لأنه هذه القوى السياسية المتحاصصة لخيرات هذا الشعب هي متمسكة بنهب ثروة البلد من خلال المحاصصة الطائفية، فبالتالي هي تزيد من احتقان الشعب. هذا جانب، ولكن هناك لابد من الإشارة إلى ليس الشعب فقط هو كما خرج في ثورة تشرين بدعوات من شباب بشكل مبادرات شخصية وتبلورت إلى تضامن شعبي وتضامن بعض القوى، ومن ثم تشكلت منها تنسيقيات. اليوم الاستعدادات مختلفة لمواجهة حكومة السوداني. بداية التيار الصدري هو رافض لهذه الحكومة، ويستعد من خلال تصريحاتهم واضحين أنه يستعدون لمواجهة هذه الحكومة شعبيا. كذلك قوى المدنية في العراق والتنسيقيات التشرينية والأحزاب والحركات التي انبثقت من تشرين اليوم أيضا يستعدون بتشكيلات مختلفة، منها اليوم على سبيل المثال 7 قوى مدنية وتشرينية عقدت مؤتمر وأطلقت تسمية على نفسها بأنهم كيان سياسي، وهو سيواجه هذه الحكومة بقواعدهم الشعبية وبمظاهراتهم لرفض المحاصصة ومحاسبة المسؤولين وداعين كل الذين يرفضون المحاصصة الطائفية إلى يعني التضامن والتحالف والمشاركة ضد هذه الحكومة. كذلك لدينا بديل قوة أخرى، وهي قوى البديل الثوري، وهو أيضا شباب من تشرين، عدة اتجاهات متفقين على أن يواجهوا المحاصصة الطائفية بكل أشكالها بالقوة الشعبية. كذلك هنالك فصائل كثيرة وأسماء كثيرة تطلق على نفسها المعارضة العراقية بأسماء مختلفة. هؤلاء كلهم لديهم قواعد شعبية ولديهم قواعد جماهيرية، بالإضافة إلى أنه الجمهور اليوم هو مهيئ وحاضر لهذه القوى التي تعارض المحاصصة الطائفية وتعارض تشكيلاتها الحكومية التي أساءت إلى البلد من 2003 حتى اليوم. هو شعب جاهز، وخلينا نقول حاضر لهذه الحركات أن تقوده باتجاه إعادة الوطن وتحقيق شعار نريد وطن والخلاص من الفساد والطائفية بنظام يعتمد المواطنة أساس في العراق. أستاذ لبيد، لو نعود إلى زعيم التيار الصدري، هل تتوقع أن يقف عند حدود الاحتجاج؟ هل العملية السياسية أمام مرحلة جديدة كما يروج البعض بأن هناك ربما سيحدث صدام مسلح بين الميليشيات؟ تعتقد ذلك؟ نعم، أنا أعتقد أن سير الأحداث أن الاحتجاجات وتصاعدها سواء يعني من قبل التيار الصدري او بتضافر جهود التشرينيين والقوى الاخرى
التذمر الشعبي الذي سيؤدي إلى تصاعد الرفض الشعبي لتكرار وإعادة تدوير حكومة محافظة وحكومة توافقية. هذا سيؤدي بالنهاية إلى حالة سخط جماهيري، ستعجز الحكومة وقوى الإطار التنسيقي ستعجز عن إيقافها، وستعجز وبالتالي ستقف أمام حقيقة هذه القوة، أمام حقيقة أن مسألة الاستمرار يعني استمرار هذه القوة في نهب البلاد وتقاسم المغانم وتعميق الفساد في مفاصل الدولة سيواجه معوقات من قبل الرفض الشعبي بفضل الرفض الشعبي لها، مما سيدفع بهذه القوى لأن تستخدم مخالبها المتمثلة بالميليشيات إلى التدخل ومحاولة قمع المتظاهرين وعادة عملية الاغتيال، ممارسة عملية الاغتيالات والخطف في صفوف المتظاهرين. وإذا وعلى فرض أن التيار الصدري سينزل للشارع بزخم قوي، فنعلم أن التيار الصدري يمتلك أيضا جناحا مسلحا يتمثل بسرايا السلام، وبالتالي سيكون هناك تصادم. يعني إذا افترضنا صحة هذا السيناريو الذي مر ذكره، فأنا أتوقع، نعم أنا أتوقع أن تؤدي الأمور إلى حالة تصادم. نعم. بين القوى بين أجنحة، أولا بين أجنحة الميليشيات جهة. نعم أستاذ نوري، بدقيقة لو تفضلتم، هل تمتلك إيران أدوات جديدة فاعلة لإقناع مقتدى الصدر بالدخول في هذه الحكومة، تعتقد ذلك؟ الحقيقة إيران لديها قنوات كثيرة وعديدة، لديها قنوات عديدة للتأثير على التيار الصدري وكذلك زعيم التيار الصدري، ووضح تأثيرها من خلال انسحابها من العملية السياسية ورفض المظاهرات والاحتجاجات، وهذا واضح. والحقيقة يعني أنا لا أتوقع أنه التيار الصدري سيكون لديه القوة أو الاعتماد على أنه التيار الصدري هو سيحسم قضية مواجهة المحاصصة الطائفية، هو في نهاية المطاف جزء من المحاصصة ولا يختلف عن الآخرين، ولكنه صراعه مع هذه القوة هو صراع سياسي لزيادة المكاسب وزيادة المقاعد والحصص في الحكومات وتمكين الأغلبية لهم لا أكثر ولا أقل. يعني صراع التيار الصدري والإطار التنسيقي لا يخدم الشعب برفض المحاصصة الطائفية. عبر سكايب من اسطنبول الصحفي والباحث السياسي نوري حمدان، وعبر الهاتف كان معنا من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض لبيد الصميدعي، شكرا جزيلا لكما.